السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله طيبين. معكم عبد العزيز، ورجعت لكم من جديد بلعبه ريمننت الجزء الثاني. صراحه لعبه غنيه عن التعريف، من اجمل العاب لعبتها هذه السنه. لعبه كانت جميله. اخر زعيم باللعبه صراحه ممكن ثاني اصعب زعيم واجهته صراحه ب 2023. من الاصعب عبد العزيز والله جماعه. اخر زعيم كان بلعبه ارمرد كورد الاخيره، كان في زعيم صراحه انا وصفته اصعب زعيم. بس لكن الزعيم اللي كان بنهايه لعبه ريمننت الجزء الثاني برضو والله كان زعيم جدا صعب. المهم يا جماعه اخر، المهم اضافات لعبه ريمننت الجزء الثاني ان شاء الله يا جماعه اخر راح العبها كامله على صفحتي، فاتمنى دعمكم، ضغطكم على زر اللايك والسبسكرايب، واي دعم يجي منكم جزاكم الله خير. فخلونا نبدا يا جماعه الخير، بسم الله. خلونا نبدا يا اخوان، خلونا نبدا. بس قبل ما نبدا، يعني هذه من الالعاب اللي ظليت العبها يا جماعه اخر من غير بعد ما ختمتها ظليت العبها. لعبه جميله صراحه، يعني عارف كيف، يعني والله افتكر من قبل ما تنزل كنت منتظرها واقول لكم متى تنزل لعبه ريمننت، يعني ختمتها على القناه. والله ناس يا جماعه اخر بكم كانت لعبه مدتها طيبه، كم ختمتها يا جماعه اخر؟ اعتقد ب 14 حلقه مدة 13 والله ناس. المهم ختمتها كامله على القناه، بس لكن كملت العب مع نفسي يا جماعه اخر عارف كيف. فجبت اسلحه رهيبه، جبت يا جماعة الخير اعتقد كلاس جديد كمان، بس خلونا نوريكم الاسلحة. جبت يا جماعة الخير بالبداية عندنا السلاح ده، انا برايي افضل سلاح باللعبة. عارفين كيف تطلق ليزر؟ مرة رهيب، شوفوا كيف سلاح مرة رهيب، والموت حق السلاح ذا كمان يا جماعة الخير يعني صراحة عارفين كيف، يعني نفس السلاح نفسه بالضبط، بس لما تحط المود الضرر يصير اعلى ويصير بدك تطلق كثير. شيء الجميل انه المود يطول ما شاء الله، فسلاح رهيب صدقوني يا جماعة الخير. هذا السلاح راح تشوفوه راح استخدمه بالاضافات، هذا افضل سلاح باللعبه، غير اللعبه بشكل كبير. والسلاح الثاني يا جماعه الخير اللي هو قاذف اللهب، سلاح جميل من افضل الاسلحه باللعبه. يعني شفت مجتمع اللاعبين حق لعبه ريمننت الجزء الثاني يمدحوه مره، بس لكن ايش يا جماعه الخير، سلاح رهيب والله جربته راح استخدمه بالاضافات، بس ايش لازم تكون قريب. عارف كيف؟ يعني من بعيد ما تقدر تقريبا، لازم تكون قريب. سلاح رهيب يا جماعه الخير، والمود حقه يطلق شايفين كيف قذائف، مره سلاح رهيب ان شاء الله. هذه راح تكون سلعتنا بالاضافات، بس شايفين كيف كمان لازم اكون بعيد. وبالنسبه يا جماعه الخير للمود، مو المود الكلاس يا جماعه الخير، جايب الاثنين دول على فكره. الكلاس ذا فاكرينه كنت استخدمته بالسلسله يا جماعه الخير بالقصه الرئيسيه لما كنت العب، عارف كيف استخدمت افتكر الكلاس ذا بالبدايه ما عجبني، بس صدقوني يا جماعه الخير ما قويته على العاشره لما جبت ذا كمان مره والله يعني رهيب رهيب مره. عارف كيف هو لما توصلوا للعاشر، خليني بس اوريكم يا جماعه الخير، لما توصلوا للعاشر يصير بدك تجيب الوحش ذاك سامن. الكلاس ذا رهيب، يعني الميزه حقته ايش؟ انه بدك تجيب سامن، بس ايش له ضريبه خفيفه انه ايش يا جماعه الخير؟ شو اسمه، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، راح يجيك ضرر اضافي بس ضرر خفيف ما عليكم. انا حط خواتم صدقوا لي الصحه وكذا، فشايفين يا جماعه الخير على مستوى العاشر السمن راح يكون الدامج حقه اعلى. قويته يا جماعه الخير كمان من شجره المهارات السمن، قويته على اقوى شيء يعني السمن اللي تجيبه. والكلاس الثاني يا جماعه الخير الهندلر، الهندلر ذا فاكرين اللعبه كامله ختمتها بالهندلر، رهيب. حط المهاره ذي، واحد يقول ليش عبد حط المهاره ذي؟ عشان يا جماعه الخير اعتقد المهاره ذي يعالج السمن، تخيلوا يعني لما اسوي المهاره ذي يعالج السمن، فميكس رهيب والله. البلد اللي مسويه انا متفائل فيه، متوقع منه الكثير، انا جربته صراحه يا جماعه الخير يعني جدا رهيب، ميكس رهيب. الكلب ذا الهندلر مع ال في كيف الكلاس ذا اللي اسمه سيمنور، عارف كيف؟ ميكس رهيب، فان شاء الله راح يبدع معنا. فيا جماعه الخير خلونا ننطلق، والله جدا متحمس للاضافات ومتوقع منها الكثير. فخلونا ننطلق يا جماعه الخير. الاضافات بالله تخيلوا، الاضافات اخذت تقييمات اعلى من اللعبه نفسها. الاضافات اخذت تقييمات جدا عاليه ما شاء الله. يا جماعه الخير الاضافات من هنا تروح يا جماعه الخير، عارف كيف؟ من هنا هذه هي المنطقه ذي. ما ادري ليش تروحها من العالم هذاك حق بلاد بورن، اعتقد من عنده زي كذا. فالمهم يا جماعه الخير اضافات اخذت تقييمات عاليه ما شاء الله، متفائل فيها ومتوقع منها الكثير. ان شاء الله راح العبها كامله على صفحتي، والله ما ادري بكم حلقه راح اختمها، بس اعتقد ممكن يا جماعه الخير خمسه حلقات. ها خمسه حلقات اتوقع، يعني على حسب علمي يعني مدتها ممتازه بالنسبه للاضافات، فان شاء الله راح العبها كامله يا جماعه الخير. اللعبة الرئيسية زي ما اقول لكم اعتقد ختمتها في 13 حلقة او 14 حلقة، والله كانت لعبة جميلة. اكثر شيء اتذكره بالقصة الرئيسية يا جماعة الخير الزعيم. الزعيم الاخير يا الله طيب والله ما كان سهل. ايوه والرمح ذا كمان ما وريتكم اياه. الرمح اعتقد مقوي على المستوى التاسع، الميزة بالرمح ذا انه ايش ما ذاك يا جماعة الخير كذا من بعيد بوم
الفكرة. والآن في مرة سهل يعني اللعبة تقريبا تسوي لي آن من نفسها. فبلد رهيبة جماعة تخير إن شاء الله راح نبدع في بإذن الله. فالمنطقة دي جديدة. شوفوا بالله كيف السلاح ذا. يعني راح يبدع معانا. مرة رهيب والله يا جماعة تخير. يجيني واحد يسألني يقول لي عبد العزيز من فين جبت الأسلحة ذي؟ خلوا أجيب الصمامين دحين يا جماعة تخير. شوف كيف جاني ضرر خفيف بس لابس خاتم انا يرد لي الصحة زي ما انتم شايفين. المهم من اللي يسأل يقول عبد العزيز من فين جبت ال فجبت الأسلحة ذي؟ والله ما كان قصدي عجب بس يلا. الأسلحة ذي يا جماعة الخير والله في مقاطع كثير باليوتيوب تشرح من فين جيب الأسلحة ذي. يعني جماعة الخير في مقاطع كثير باليوتيوب تشرح من فين جيب الأسلحة ذي. والله كون صرح معاكم هرجة والله بعض الأسلحة مو سهل إنك تجيبها كون صرح معاكم. يعني والله تعبت صراحة يا جماعة الخير تعبت لما جبتها في بعضها يعني مو سهل إنك تجيبها كون صرح معاكم. شوف أعداء جدد هذول جدد أول مرة أشوفهم. السلاح يا جماعة الخير لازم تتابع الفكرة. طيب خلينا نحرقهم كذا. العالم خيس الله الله توصوا فيه ما عليكم راح ينهي الصامن. خلوا بس اجي علينا يا جماعة الخير احس اني فوت شيء هنا. خلوني بس اجي علينا يا جماعة الخير احس اني فوت شيء هنا. في طريق كامل من هنا خلوني اجي من هنا وفي منطقة ثانية كمان منين ايش فيه؟ والله ما ادري نزلت هنا ايش فيه؟ والله ان شاء الله الصوت تمام يا جماعة الخير، ما ادري احسه كنه شوية راخي، بس خلوني اجي هنا شوية. احسه كنه شوية راخي الصوت يا جماعة الخير. اوديو، خلوني ارفعه شوية. 60 ايوه ان شاء الله كذا تمام. منطقة جميلة صراحة. المنطقة دي يعني شايفها والله جميلة صراحة بالاجواء الماطرة. فلا التقييمات ما شاء الله اخذت اللعبة اخذت تقييمات عالية ما شاء الله. هاي يا جماعة اخذت اعلى من اللعبة نفسها والله ما ادري كيف. يعني ما افتكر قد شفت اضافات تاخذ اكثر من اللعبة نفسها. الحين بالله خلينا نشوف الخريطة. طريقك الاساسي من هنا. في عندك منطقة كاملة من هنا. خلونا نجي من هنا. عارفين في منطقة كاملة ورا راح اروح لها منطقة جانبية راح اروح لها ان شاء الله. انا بس اعبي الذخيرة كذا وشايف شيك بوينت على يساري. هذا ما جاله شيء ولا ايه؟ والله كفو يا جماعة الخير شايفين سلاح الليزر ذا. وتحول يا لطيف فرنت الصفيح. طب سممني ده ولا ايه؟ والله كفو يا جماعة الخير شايفين الضرر. السلاحين اثنين مقوي على العاشر يا لطيف النار توسط فيه. والله لا بلا شايفين النار ايش قاعد تسوي يا جماعة الخير؟ شوف القنابل كذا. بوم الله الله هو ذا اللي نبيه. بالله كفو يا جماعة الخير. والله النار ما شاء الله سوت ضرر كبير اي والله. عشان هم وحوش واضح انه النار تسوي لهم ضرر كبير. السلاح ذا حق قذف اللهب جدا سهل تجيبه. جدا جدا سهل تجيبه، اما سلاح الليزر ذا كنت صراح معاكم شويه معقد. يعني اللعبه نظامها لازم كل شويه تقلب العالم، فاهمين علي؟ لعبه فيها نظام انه ايش يا جماعه الخير؟ لازم تقلب العالم. يعني تغير العالم كذا عارفين كيف؟ من عند الشيك بوينت اللي بالورد 13 من عند المنطقة الرئيسية هناك الشيك بوينت الحمراء ذي يا جماعة الخير تيجي عنده وتقلب العالم. فلازم كل شوية تقلب العالم عشان بالنهاية تجيب يعني عارف كيف السلاح ذا. فالمهم عندنا طريق من هنا وفي عندنا سلم من هنا. خلونا بالبداية نروح على هنا عشان واضح ممكن أشياء جانبية هنا. بس اخذ الشيء الطيب اللي هنا. والله كفو الى الان مسيطرين على الوضع يا جماعه الخير.
مفروض ان الاضافات دي صعبة على ما اعتقد، لكن الى الان مسيطرين على الوضع والله كفو. لعبة ما شاء الله فيها كمية اسرار كبيرة، يعني انا لما ختمت اللعبة يا جماعة الخير يعني خلاص قلت يعني بيض الله وجهي وجمل الله حالي، يعني ختمت اللعبة يا عبد العزيز. بعد ما ختمت رحت ابحث كذا اعرف كيف بالمجتمع حق اللاعبين حق لعبة ريمنت وكذا، والله يا جماعة الخير اكتشفت اني فوت اشياء كثير، والله شيء طبيعي. دائما اي تختيمة يا جماعة الخير اللعبة ما تنتظر منك من اول تختيمة تجيب كل شيء، عارفين عارفين يا جماعة الخير. فبالتختيمة الاولى صراحة انا فوت اشياء كثير وكذا، بعدين رجعت العبها مع نفسي زي كذا، يعني بحثت في اليوتيوب وكذا، في يعني اسرار كبيرة باللعبة دي ما شاء الله، وفي في يعني ناس كثير الله يعطيهم العافية يشرحوا كيف تجيب الاسلحة وكيف تجيب الكلاسات وكذا. بالنسبة للكلاسات والله زي ما تمشي فينا شايف هذا افضل شيء يا جماعة الخير، المكس ذا اللي هو السابت ذا عارف كيف مع الهندلر الكلب ذا يجي يساعدك كذا، مرة مكس رهيب صراحة. رحين على هنا ما نجينا، خلونا نجي على هنا. اوكي اوكي طلعنا عدو قوي يظهروا بان، وهو ذا ابو منشار ما اعتقد راح يوصل حتى. يا سلام والله يا جماعة الخير قاعدين يعني نجلدهم جلد صراحة، انا كنت عارف راح نبدع بالاضافات دي بس ما شاء الله يعني شايفين كيف يعني تدمير. والله ما ادري ممكن الوضع يصعب قدام، لا تتحمس يا عبد العزيز. المهم ايش بقول لكم انا، ايوه الاضافات دي والله الاضافات دي ما توقعتها راح تنزل قريب زي كذا، يعني انا كنت عارف لعبه ريمنت راح ينزل لها اضافات عشان الجزء الماضي نزل له اضافات، بس يا جماعه الخير ما كنت متوقع انه ما شاء الله بهذه السرعه. يعني اللعبة دوبا تقريبا قبل كم لعبناها؟ والله دوبا يا جماعة الخير ممكن كم؟ اعتقد شهرين اعتقد. ما ادري ايش في هنا والله ما ادري. بس جيت هنا. الطريق الاساسي اوكي اوكي. المهم يا جماعة الخير يعني ما كنت متوقع ان الاضافات راح تنزل بهذه السرعة. والله كافو صراحة جات بوقت، يعني الوقت ذا ما في العاب جديدة يا جماعة الخير. ابو منشار ذا يا لطيف والله الصامن توصى فيه، شفت بالله دوبه كم اداب ضربة طيبة يمين بالله كافو. الكلاس ذا والله افتكر جبته بالقصة الرئيسية لما كنت العب قصة رئيسية يا جماعة الخير، ها يعني اول مره جبته ما عجبني بس لما قويته على العاشر رهيب صراحه يا جماعه الخير رهيب صراحه. عارفين يعني انا اول مره جبت الكلاس ذا من الاشياء اللي ما عجبتني كميه الضرر اللي اخذها، هو الضريبه حقت الكلاس ذا لما تجيبه حق السامن ذا اللي اسمه السمور، اسم الكلاس شيء زي كذا والله ما ادري. المهم لما تجيبه يا جماعة الخير من يعني الشيء الضريبة على الشيء ذا انه ايش راح تاخذ ضرر اضافي. خذ السامي بس معليش الحبيب راح تاخذ ضرر اضافي. بس لكن حد يعني قوت الصحة اكثر ولبست خواتم يعني رهيبة. عارف كيف يعني خلاص يعني ما اشيل هم اني راح اخذ ضرر اضافي. دحين الطريق الاساسي من هنا، والله نفسي ارجع هنا اشوف المنطقة دي، راح ارجع لها ما عليكم ان شاء الله. ها يا جماعة الخير عشان الطريق الاساسي من هنا، خلونا بالبداية ارجع. ولا روح من هنا، لا روح من هنا خذ الشيك بوينت وارجع ورا. صح 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 عشان بعدين خلاص ما امشي عارف كيف على طول اوصل هنا. والله وشكرا يا جماعه الخير على دعمكم بالسلسلات اللي قاعد اسويها مؤخرا، والله من كل قلبي شكرا صراحه. شكرا يا جماعه الخير الله يسعدكم الله يشكركم. اوكي الطريق الاساسي من هنا، الطريق الاساسي من هنا بس السفر السريع، خلوني اسوي سفر سريع يا جماعة الخير. ايوه ابغى ارجع هنا وابغى اروح سيد للمنطقة الجانبية بعدين اروح للرئيسية. يعني انت بتذكرني انا كيف كنت العب الاضافة اللعبة عارفين يعني اول كيف كنت العبها، كنت العب المناطق الرئيسية والجانبية ونسوي كل شيء.
الفيل يعني الطريق الأساسي من المكان ده اللي دوب وقفت عنده. جماعة آخر كان في منطقة جانبية ورا، نروح من عنده وخلاص بعدين نرجع للطريق الأساسي. أكيد ما راح أواجههم كلهم، أكيد ما راح أواجههم كلهم. من الأشياء الحلوة كمان باللعبة دي يا جماعة آخر إنه اللعبة يعني مو سعرها سعر اللعبة الكامل على فكرة. اللعبة أعتقد والله ناسب بالضبط كم كانت يا جماعة آخر، عشان اشتريتها بالريال بس أبغى أعرف بالدولار كم كان سعرها. والله أعتقد زي 40 دولار إيوة، والإضافات يمكن زي أعتقد 15 دولار أعتقد. أيوة تبغى تروح وراك المنطقة قبلها معليش، تعرفون عندنا بالطريق. والله هنا في مكان كابل ما أدري كيف تيجي هنا. والله يا جماعة آخر السلاح ذا حق الليزر يعني أول مرة شفت يعني واحد في اليوتيوب قاعد يتكلم يقول أفضل أسلحة بلعبة ريمننت السلاح ذا، وأنا قاعد أشوف المقطع يعني ما حطه تقريبا من أول ثلاثة، بس لكن أنا لما شفته قلت السلاح ذا يعني أكيد سلاح رهيب حبيبي يا جماعة آخر. والله ما كنت غلطان يعني أول مرة شفته كذا عارف كيف باليوتيوب كنت متوقع انه سلاح رهيب. اي والله يا جماعه اخر طلع سلاح رهيب والله. يعني بالله انت شايفين كيف شايفين بلاش قاعد يصير. شو اسمه في واحد ورانا يا جماعه اخر بروح اكلمه. ها يا جماعه اخر في واحد هنا خلينا نشوف شارجته. انت مين انت؟ Might I have some space please? I'm busy. Busy, yes. Uh-huh. Preoccupied. It means I am otherwise engrossed. Really? Must you? Oh, very well. You are infuriatingly persistent. What? Have you lost your way? Separated from your kith and kin? You... Ah. Do I not look the part to perfection? I thought my disguise was... My name is Laywise, royal scribe to the one true king. You تبيع شيء؟ هذا يبيع شيء يا جماعة آخر. Is that it? Names are precious things, but for the record's sake, I better yet, worth a try. آخر ما شيء كلام. أوه إلا والله يبيع. كافو والله. إن شاء الله يبيع درع رهيب. وش تبيع؟ شو يسوي الخاتم ذا؟ Bleeding. أها. شيء بالبليدق وكذا يا جماعة الخير. أدرك أنا بالي بأشياء يعني رهيبة. درع جميل صراحة. أتوقع عندك تجيبه. المهم خلاص خلينا نسيبه. خلينا نسيبه يا جماعة الخير. خلينا نسيبه خلاص. نكمل مع المنطقة الجانبية دي، هذه منطقة جانبية. فخلونا نروح يا جماعة الخير من هنا. فعرفك عارفين يا جماعة آخر ما أقول لكم اللعبة الإضافات أخذت تقييمات عالية ما شاء الله، أخذت 89 يا جماعة آخر من 100 على موقع ميتا كريتيك، يعني تقييمات تعتبر جدا عالية ترى ما شاء الله. اللعبة نفسها أخذت أعتقد 82 أظن شيء زي كذا. والله كلام مفروض اجلس هنا بس خلاص ما عليكم معايا. ليش تبغى تجلس عبد العزيز؟ عشان يا جماعه تاخر الرصاص يرجع بس، لكن خلاص هي معايا ما شاء الله من هذه كثير. ليش شنطه الذخيره يا اخي جيب السامين هنا ليش لا؟ يا جماعه تاخر الى الان ما استخدمت يا جماعه تاخر ما استخدمت الدراجن هارت الا مره واحده تخيلوا وبالغلط كمان مرة واحدة وبالغلط استخدمت الإسعافات. يعني دليل قدامكم يا جماعة الخير إنه البلد اللي مسويه ذا أنا يعني توفقت فيه عرفك. والله افتكر ما ختمت القصة الرئيسية تقريبا يعني بسلاح واحد عرفك.
يا جماعة تأخر على السلاح ما غيرته، كان شاتجن ورشاش صغير. والله مرة شيء حلو إنه القنابل دي اللي أطلقها ما 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 يعني ما تجيني ما يجي ضرر، يعني لما أسوي زي كذا شايفين هي انفجرت عندي بس ما تسوي لي ضرر. أكيد شيء جميل يا جماعة أكيد. كيف أجي هنا؟ اللعبة دي كان فيها كشاف، والله كان فيها بس ما أدري كيف تولعوا. لا والله كان فيها كشاف. والله ناسي كيف يا جماعة تأخر تولعوا. اللعبة دي كان فيها كشاف، أتمنى تعذرون، والله ناسي كيف تولعوا. ليه ثواني يا جماعة تأخر، لازم نعرف. والله كان فيها كشاف. أوبشن. كنترول فلاش لايت يا جماعة الخير، سهم على فوق. حلو حلو. والله نسيت صراحة يا جماعة الخير، كان لازم أشوف الإعدادات صراحة. يعني عارفين يعني اللعبة دي صراحة أنا بعدها لعبت ألعاب كثير، فصراحة شوية نسي عارفك. عندها طريق على فوق واضح إنه الطريق الأساسي، عندها طريق على فوق يا جماعة الخير واضح ان الطريق الاساسي، وممكن الجانبي بالاخر نشوف. هي كلها ذي منطقة جانبية، يعني كل الاشياء اللي راح تلاقيها هنا اشياء جانبية. شفتوا يا جماعة الخير الالعاب اللي فين ذا؟ والله كقد جديد ذا، اول مرة اشوفك والله. يلا طيب شوفوا كيف بس ابي بلايك اوف اتوسط فيه. اوه 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 اخذت لي ضرر كبير والله ما ادري من مين والله. يا جماعة الخير اخذت لي فجأة كذا ضرر كبير ما ادري من مين. سعد جديد ده اول مرة اشوفه. ابي بلايك اوف وجلد ومسه من جلد. يعني والله افتكر العدو ذا بالقصة الرئيسية، يعني عارفين لما كنت العبه كذا. كان افتكره قوي صراحة. المهم ايش كنت بقول لكم انا؟ ايوه جبت اكثر من كلاس جديد بس صدقوا تقريبا افضل اثنين شفتهم. بس مو ذا اللي كنت بقوله لكم. ايوه يا جماعة الخير شفتوا الالعاب اللي ترشحت العاب السنة وكذا. يعني اعلنوا عن الالعاب اللي راح تترشح وكذا. والله كافو شوف السامنة هناك خش فيهم. خلوني واخذ الشيء الطيب اللي هنا. لعبة ريمنت يا جماعة الخير كنت ماشي يا جماعة الخير لعبة ريمنت ترشحت اعتقد افضل لعبة اكشن زي شيء زي كذا. اعتقد مداني عالجي، والله انا ماني متاكد من الشيء اللي قلت لكم بس اعتقد كذا تعالجي. الا والله شايفين الصحة قاعدة تزيد بس يا لطيف والله تزيد قليل والله. ما شايفين بلا شايفين السمك قاعد تعالج يا جماعة الخير على ما اعتقد. هو اذا علقت ايوه صح صح هو يختلف الوضع اذا ضغطه، يعني شفتوا كيف علقت عليه وسوى زي كذا عارفين كيف، يعني الوضع يختلف. شوفوا كيف الحين الصحة قاعد تزيد بشكل اكبر. حلو حلو زي بقول لكم مكس رهيب والله، يعني الكلب يعالج السمن والسمن يعني يساعدني بالقتال. والله جاء صدفة يا جماعة الخير ما ادري كذا فجأة قاعد اجرب اكثر من كلاس شوية قلت والله الاثنين ذولي مبدعين. الهاندلر مع الكلاس الثاني اللي اسمه السانور. ادخل دي كذا. ان شاء الله ما فوتنا شيء ورا. وعندنا الزعيم هنا اظن. افتح الباب ذا. والله ما تقدر. الطريق الاساسي من ورا يا جماعة الخير بس خلينا نشوف هنا ايش فيه. فالاضافات دي والله كمان فرحت لما عرفت انها طويلة، كنت خايف انها قصيرة. والله فرحت يا جماعة الخير لما عرفت انها اضافات طويلة. فين ذا؟ يا لطيف. ودي كذا.
والله المفروض المفروض العدو ذا الجديد اللي يطلق على اكسوم يكون مزعج عارف كيف، بس اكل السلاح ذا قذف اللهب يعني شايفين ايش قاعد يصير. هاي يا جماعه تغلبتم شايفين ايش قاعد يصير، يعني قاعد يدوب صحه الوحش ذا بشكل كبير يعني كيف. فتفاجأت صراحة لما عرفت ان الاضافات دي قريبة ما شاء الله، والله كان على بالي لسه باقي لها، بس شيء جميل والله مرة شيء جميل. يعني احنا مطورين لما يطالعوا بالسفرات حقت اللعبة وكذا يشوفوا ناس كثير دحين رجعوا عارفين، يعني انا متأكد كانوا في ناس متبقيين بس دحين بشكل اكبر عشان نزلوا اضافات وكذا. السلام عليكم. ايه هو جات بذا كمان، خلونا ننزع عشان يعني ما ابغى بالغلط اطلق على الصامن. والله اعتقد طلقت عليه زي كذا يجي له ضرر اعتقد. اهم شيء اللي يطلق ذا. اوه سوى ضرر كبير والله. سلام عليك. رهيب الصامن والله قاعد يساعدني بشكل كبير صراحة. شفت شيء تحت هنا شايفينه؟ عندك كيف تنزل هنا؟ أو زي كذا. شو الأشياء دي؟ يا جماعة تخرج شو الأشياء دي؟ وقت مش كان فيه ذكي؟ والله ما أعتقد كان فيه شيء مهم. عارفين بس كان في طريق سيدي نزلنا على تحت اظن، ولا الطريق الاساسي من هنا. خذوا مني العلم، خذوا مني العلم ما فوتنا شيء. خذي كذا الصامن. ما ادري ايش فيه هنا صراحه من طقوس. طريق من هنا اعتقد من هنا، ايوه من هنا بس فوق هنا. يا جماعة تأخر شوف الصمت طلع على فوق، ما ادري ايش فيه هنا. لا خلونا نروح اشوف ايش فيه هنا. اوكي في واحد هنا. ها ايوه انا كنت هنا صح صح اول كنت هنا، بس لا بس خلينا نشوف. ما ادري ليش يقول لي السلم ذا ما جيت من عنده. فاخر زعيم بالقصة الرئيسية والله لما شاف الحلقة انصح يروح يشوفها يا جماعة الخير. يا لطيف والله ما كان سهل صراحة اكون صريح معاكم. انا ما جيت هنا بس ليش ابغى اجي هنا؟ الطريق الاساسي من وراه ليش ابغى اجي هنا؟ والله لخبطوني بلهم معليش، كانه من هنا الطريق الاساسي بلهم معليش اتمنى تستحملوني. انا كان عبالي شيء بسيط بس بشوفه بس. لا لا والله خذ عندك منطقة كاملة. والله اللعبة دي قاعد العبها انا يا جماعة اخر اوف لاين. بس صراحة يعني التجربة الافضل يعني انه تلعبها بكواب مع صاحبك وكذا. والله ما ادري. انا من يومي صراحة عودت نفسي. اوه هنا بس كان في صندوق. اجل خاص من فوق ايوه. هاي يا جماعة الخير انا من يومي والله صراحة يعني ما يعني اونلاين ذا وتلعب مع صاحبك وكذا، يعني ما عمري بحياتي لعبت كواب ابدا. يعني انا زي ما يقولوا بالانجليزي اولد سكول يا جماعة الخير عارف كيف؟ يعني انا العب دائما مع نفسي يعني العاب تختيم وكذا. ابو قديم انا عارف كيف؟ وكيف بالله متحمسين ل جراند الجزء السادس يا جماعه الخير. الاعلان يقول لك قريب خلاص. والله اتمنى تكون لعبه جميله يعني وعارف كيف وما فيها شيء يعني ما يعني اتمنى ما تكون يعني لعبه ممنوعه عارفين يعني نسخه، يعني اتمنى في نسخه كذا للشرق الاوسط.
رجال هذا الشر والله. وصل فيها يا رجال. اوه 545 يا جماعة الخير. بالله شفتوا الضرر؟ دوب الصامن اداها ضربة كان قوتها 545. مرة شيء جميل والله. من هنا ايش فيه والله ما ادري. اها كان المفروض انه فخ ذا. والله يا جماعة الخير انا بالنسبة لي لعبة Red Dead Redemption 2 يعني ثالث افضل لعبة لعبتها بحياتي بعد Bloodborne وSekiro. فأنا من اكبر المعجبين والله بروكستار يعني من اكبر المعجبين. فان شاء الله ان شاء الله لعبة Grand القادم يعني راح تكون على لعبة جميلة بإذن الله. تحيف عندها طريق من هنا أساسي. أيوه بس ما في غيره هنا ما في شيء ها. تأكد والله الخريطة تقول لي ما في شيء هنا. ولا يا ضرر خرب بيتك يا شيخ. الساتر فينو ذا. لها سوى ضرر كبير الغبي. أوه أو منفجر كمان. أعتقد كلهم منفجر وسولك ضرر كبير. هنا جلش فيه هنا. قول بس بله عش أيوة. صح إن شاء الله تمام. ما عليك بدون ما تصل أقدر أرجع. لعلم خل صلى الله الله. إيش عندك هنا؟ ادري ايش عنده هنا. بالله خلينا نشوف الطريق الاساسي مع السلم. اوه من هنا تفتح الطريق مختصر. كافو كافو. تأكد يا عبد العزيز انه من هنا تفتح الطريق مختصر. لا والله صراحة بتيها من عندي. ان شاء الله ما اكون غلطان. والله لو كنت غلطان حيبان شكلي غبي. والله احس بالمكان ذا استخدم السلاح ذا افضل تصدقون. الا والله حلو حلو. بس الحين السؤال هو ابغى ارتاح انا؟ لا ما تبغى ترتاح. عشان لو ارتحت راح يرجعوا كلهم. انت معك 7 من الصحة ومعك من الشنطة حقت الذخيرة فما تحتاج. فعارفين ان شاء الله راح العب الاضافات بعد الاضافات. والله ما ادري ايش راح العب صراحة. اللعبة الكبيرة القادمة انا عارف ايش هي اللعبة الكبيرة القادمة. واحد سألني قال عبد العزيز ايش هي اللعبة الكبيرة القادمة؟ اللي يا جماعة الخير اللعبة ذيك اللي من شركة يوبي سوفت لعبة الافاتار. لعبة افاتار ايوه. اللعبة ذيك كان المفروض تنزل اول شهر ب 2024 شهر يناير. بس لكن قدموها والله ما ادري ليش. ممكن عشان زي ما تقولوا فترة الاعياد عندهم وكذا. هذه أفضل فترة للشركات. هذا عدو خطير والله. هذا عدو خطير والله يا جماعة الخير. أدري ليش ما يبغى يطلق والله. والله ما أدري ليش. الحمد لله مات هناك خلاص يعني انفجر هناك. إيش عندك هنا يا بطل؟ أكيد عندك شيء مهم. جدار سري ممكن زي دارك سول. والله أصل اللعبة دي ما فيها كذا. أبغى أسوي يعني خلونا نطلع من هنا قبل ما نشب. ايوه اسوي كذا صح صح. ايوه نبغى ننزل تحت. يا جماعة انا ابغى انزل تحت. انا ابغى انزل تحت زيادة. هذا السؤال يا جماعة الخير. الا والله بس اتابع في من هذاك اللي انفجر هنا. اه بس في من النوع ذا السهل. والله افتكر يا جماعة الخير ما ختمت اللعبة لي مرة صوتي كان رايح فيها والله. فاكرين؟ كان عندي يعني والله صوتي حبال الصوتية شوية صراحة كانت ملتهبة لما ختمت اللعبة لي.
فانتبهوا والله يا جماعة آخر دحين كمان دخل علينا الشتاء، انتبهوا والله من تقلبات الجو وكذا. وش ما أدري كيف مت يا جماعة آخر، مت موتة غبية والله، مت موتة غبية والله. أول ما بدأت أتفلسف يعني إن الدكتور عبد العزيز على طول مت، تركت ساكت بس. اسمع لك فاتح الطريق المختصر، ايوه فاتح من هنا. والله لو ما فتحت مصيبة يا جماعة الخير. الحين السؤال هو هذا البطل يعرف يستخدم السلم؟ إلا والله. بس الكلب مو مخليه. أوكي أوكي. ألو مدانا أرفسه، بس اللعبة دي ما فيها رفسة، يعني ما يمديك ترفسه وتطيحه. كافو الكلب توصى فيه. كم طحت أصلا أنا؟ طحت طح غبي والله، ناسي فين. ايوه في هذاك يا جماعة الخير، بس ان شاء الله ما يلحقني. والله رحت رحت الله يستر. بالله كافو الكلب توصى فيه. انا اول طحت هنا يا جماعة الخير لما طحت. والله ما ادري ايش كنت راح اسوي من غير السلاح ذاكم صريح معاكم. ها العقل ما دا يتجنبه. كيف كتابه لما ينفجر؟ مصيبة لما ينفجر ذا. كيف طحت انا اول؟ انتبه يا عبد العزيز، مبرر انه طحت على طول راح تموت. ايوه ايوه صح، اول نزلنا من هنا. اوكي. تكلم كيف طاحبه. خلوني اسوي كذا، انا غلطت ايش اني كنت ابغى اطيح على الخشبه ذي، لكن ايوه كذا افضل الحمد لله. ايوه كيف كذا المفروض يطيح السلم ولا مو؟ ان شاء الله خفيفه، المفروض والله انها خفيفه. نجيب السمن، راح يكافوا الكلب توصى فيهم. ان شاء الله ما في احد ورايا. حلو حلو. هنا لما قلت لكم اول كيف تيجي هنا واضح زي كذا، خلاص هو طريقه من هنا بس كذا زي ما تقول طريق مختصر. ايوه خلاص خلنا نكمل، مو لازم اخذ الرصاص هذاك يعني معي كثير. يا ساتر انا والله كنت ابغى اتجنبه. كافو جلدهم جل، راح اضحك عليكم لو اقول لكم هو قاعد يساعدني بشكل كبير. يا جماعة خل اضحك عليكم لو اقول لكم السبب مو قاعد يساعدني بشكل كبير. الا والله عارفين المفروض انه هذه منطقة جانبية. بس شايفين كيف يعني منطقة جديدة اول مرة نجيها يا جماعة الخير. لكن ايش جيت هنا قبل كذا؟ انا جيت هنا قبل كذا؟ والله الخريطة تقول انك جيت بس ما افتكر والله. انا يا جماعة الخير والله ما افتكر اني جيت هنا. ما في شيء من هنا، اجيب من هناك من عند البوابة اللي فتحتها. ترى كانوا تسوي شيء هنا تصدقون؟ اوه اوه كذا النظام. والله ما ادري فين الزعيم. وهذا هو. لا والله مو ده. اوه لازم تحرق هذول بس ايش؟ انتبه من اللي بيجوا يهجموا عليك. اوكي اوكي كذا النظام. بالله كيف توصلنا فيهم يا جماعة الخير؟ خلوا ركز على الأشياء ذي. ما أدري هو لازم تحرق الجثث ذي. والله كيف خلاص قريب أحرقها. يا
يا ساتر والله الدنيا ضرب الله ياخذ سوى ضرب كبير بلا خلونا نرجع لورا على نفسي افضل يا سلام هنا ساتر الاشياء دي هي كثيره والله ها والله ما كنت داري انه ذا الزعيم ايش يسوي الشيء ذا يا جماعه تاخر ايش يسوي ها اعتقد نصنع فيه سلاح نروح عند الكرافتنج وكذا تصنع فيه سلاح الا او مود ممكن نضيفه على الاسلحه والله صدفه كذا يعني اجيت هنا قلت ما ادري يعني مو معقوله ما في شيء شويه كذا الشرط جاب لي احمر قلت بس هنا العلم والله ما كان زعيم صعب اصلا ما اعتبره زعيم يعني بس يعني كذا جثه تحرقها وبنفس الوقت يعني انتبه اوكي يعني خلصنا من المنطقة دي خلونا نرجع والله كأنه يقول لي من هنا ما رحت والله من اكثر الاشياء من اكثر الاشياء يا جماعة الخير اللي عجبتني باللعبة دي الخريطة يا جماعة الخير نظام الخريطة كذا نظام ال 3D ذا شايفينه يعني والله خذوها من واحد جدا جدا غشيم من ناحيه الطريق دائما يضيع الطريق بس والله الخريطه دي رهيبه صراحه دائما يعني ايش يعني انا لساتي اضيع الطريق عارفين بس لكن يعني رهيبه صراحه يعني ما ساعدتني الحين يا جماعة الخير الحين بنروح ايوه خلاص ايوه هنا ما قد جيت والباب راح افتحه يا سلام والله ان شاء الله الصوت تمام وكله تمام انا يا جماعة الخير عارفين شوية لعبت بالاعدادات حقت الصوت الله يهديني فما ادري ان شاء الله يعني ايوه بروح هنا يا جماعة الخير انا شوي لعبت بالاعدادات حقت الصوت الله يهدينا دائما اعدادات الصوت اللي عندي ثابتة من السرير ما اغيرها بس فجأة كذا خويكم تفلسف كذا لعبت فيها شوية ها. ان شاء الله تمام باذن الله تمام دحين ايش ابغى اسوي انا؟ ابغى اكمل صح؟ صح انت تبغى تكمل تبغى تكمل بس انا فين المكان قلت راح ارجع له بعدين فين؟ يوم من هنا من هنا الطريق الاساسي اوه بس ما شفت الله يهديك والله اتمنى تعذروني نسيت والله ابغى اشوف اللي جبناه الايتم الجديد حق ايش فدحين اخوان خلونا نكمل عارفين يعني هذا المنطقة الاساسية من هنا يعني اذا تبغى تكمل بالمنطقة الاساسية عارفين كيف من هنا يعني انا زي ما انتم فاكرين يعني بالقصة الرئيسية كنت اسوي كل المناطق الرئيسية والجانبية فهذه الحين منطقة رئيسية فخلونا نكمل السلاح ذا حق قاذف الله والله ما اعتقد راح ينفعنا هنا عشان شايفين الاعداء تقريبا من نار وكذا خلوا اوريكم اللي جبت انا جبت اسلحه يا جماعه الخير كثير جبت السلاح ذا اسمه نايت فول يا جماعه الخير ما ادري والله ما ادري لك على جربته والله ما كان سهل انك تجيبه يا جماعه الخير شوفوا كيف بالله كنقه بليم 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 شبكه ما ادري والله لك عليه صراحه مع انه والله شفت مجتمع اللاعبين يمدحوه ما ادري انا ما عجبني المود حقه بس خليني اوريكم المود حقه رهيب صراحة والله زي ما اقول لكم ما كان سهل انك تجيبه المود يصير مدك تضرك طلقات الى ما لا نهاية بس والله ما ادري لك عليه صراحة يا جماعة الخير لك عليه صراحة ما ادري ما عجبني سلاح الليزر ده افضل منه بكثير سلاح الليزر ده يا جماعة الخير حتى اسمه كتر بلاسمس كتر اسمه يا جماعة الخير طيب انا نطقت اسمه غلط يعني ان كذا المعلم لا والله شيء قريب من كذا قريب من كتر يعني تقريبا قطيع يعني قطع عارف كيف والله الضرر والله سويت له ضرر كبير يا جماعة الخير
والله دوب اديتها ضربة ستضرب كبير والله. خلنا خلوه يجيب السامن. يب الله خلوه يجيب السامن. يا لطيف الطوف. يا ساتر استرش الشي ذا. انت مين؟ قل 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 بدي كذا يا جماعة الخير. لا علم خيس مع الساتر والله كان بدي اضربه طيبة. قل الله شوفوا قديه. عارفين ذكرني بايش؟ والله ذكرني بالمهرج هذاك اللي بلايز اوف بي. كان في مهرج كبير زي كذا زي كذا يا جماعة الخير. والله كان مزعج الصراحة المهرج اللي بلايز اوف بي اللي اقول لكم عليه. أوه ان شاء الله يا جماعة الخير صوتي تمام ماني قاعد اصارخ. احس انك اني قاعد اصارخ. الله اعذروني صراحة الصوت يعني انا دائما اعرف كيف يعني تقريبا يعني لما اسوي اعدادات صوت وكذا يعني ما اجيب الناتج النهائي انه كيف الصوت تمام ولا مو تمام الا بعد ما خلاص يعني اسوي الحلقة. يعني والله اسوي تجارب كثيرة كمان بس تجي صراحة يعني ان شاء الله تمام باذن الله تمام. اذا مو تمام صدقوني الحلقة القادمة راح يكون تمام. والله من اصعب الاشياء على صناع المحتوى لما يسوي الحلقه الاولى وطويله شويه يطلع الصوت لك عليه عارفين. عشان هو تقريبا خذ مني العلم كل لعبه لها صوتها الخاص فيها عارفين. يعني انا اعدادات الصوت دائما عندي ثابته بس مؤخرا لعبت هذا بدري ايش احس بيجي فجر عندي. يا جماعة الخير مؤخرا لعبت ألون ويك الجزء الثاني. والصوت كان فيها شوية غريب يعني كان لازم ارفع الصوت هذا من عند الـ OBS عارفين البرنامج اللي عندي يعني لازم من عندي ارفع الصوت. والله يا جماعة الخير كمان من ميزات السلاح ذا انت شفت ايش صار دوبو. انت شفت ايش صار دوبو بالسلاح ذا اللي يا جماعة الخير حق الليزر. شفت ايش صار المجازين الواحد يا جماعة الخير في 100 طلقة كثير ما شاء الله. يو والله هذه من الميزات كمان انا ما تقدر تطلق 100 طلقة دفعة واحدة شيء رهيب والله. الحين في عند اليمين واليسار انا قصدي كذا يسار يمين عارفين يبي بريء اتوقع على اساس يسار. والله ما ادري ايش فيه بس خليني اروح اتوقع الاشياء الجانبيه اتوقع. شو المكان ده؟ هاي يا جماعه تخيل شو المكان ده؟ واضح شيء جانبي فخلينا نشوف. فين الناس ما شايف احد. هل هذا يا عبد العزيز افضل لعبه شوتر عندك؟ والله من الافضل صراحه لعبه ريمننت من الافضل. والله ما ادري ليش بس انا دائما عندي صراحه افضل لعبه شوتر ذا ديفيجن والله اللي من يوبي سوفت. والله عندكم كمان بوردر لاند كمان يعني من العاب الشوتر الجميله. ايش عندنا كمان؟ جوست ريكون كمان من العاب الشوتر الجميله. عرفت ايش صار يا جماعة الخير؟ هذا شيء جانبي صدقوني الطريق الاساسي كان من ورا. انت فين وديتني؟ يا لطيف كيف كذا ما اقدر ارجع؟ اوكي كانوا دخلني تقريبا كانوا دخلني الكابوس النايت مير يا جماعة الخير. الوضع صار مختلف دحين والله كفو والله. ايش عندنا هنا؟ اوكي بعض المذكرات وكذا. والله ما ادري ايش مكتوب. Read. Okay. Or was it? عارفين يا جماعة الخير مكتوب بالنهاية or was it. يقرأ الكلام كله طيب. الله معلش قرأته كله راح تضحكون علي صراحة. مكتوب ذا only way out is to escape يا جماعة الخير. Is to escape يعني عشان تبغى إذا تبغى تخرج من الطريق الوحيد لازم تهرب. وش عندنا هنا؟ معلش ايوه
ايش عدل هذا؟ حول ولا قوه الا بالله. ايش اخذت انا؟ سترينج اوكي تالسمن. سترينج تالسمن يا جماعه الخير. ايش تسوي؟ ايش تسوي سترينج تالسمن؟ هي دي؟ لا والله مو دي. ما ادري اجل ايش. اشوف كيف حتى انا تغير كذا صار كانه محروق. شايفين؟ والله مره لمسه جميله. واضح اي شيء تاخذه يوديك بديت الكابوس ذا. طيب يا جماعه الخير تخيلوا النظام هنا طلع انه لازم تختار الغرف اللي هذا يعني مو موجود فيها. فاهمين علي؟ هاي يا جماعة الخير. فدحين أول غرفة أخذنا منها التالسمنت طلعت سهلة والله. ما شاء الله علي أنا عرفتها على طول. أدري كيف الناس دي اللي تطول بالألغاز. لا والله صراحة رحت بحثت أكون صريح معاك. عشان والله طولت، والله طولت. كان على بالي تخليه يمسكك بغرفة من الغرف كذا ويطلعك. بس طلع لا مو زي كذا، طلع يا جماعة الخير لازم تطالع هنا يعني وتشوف إذا إنه فيه ولا لا. شايفين هذاك هو ما اقدر ادخل هنا، وعندك غرفة واحدة ما بدك تفتحها فقط ما تقدر اكثر من غرفة، هنا مو في. فتيجي تسوي كذا. احنا ما شاء الله علي على طول عرفت يا جماعة الخير. عارفين لين ما خلاص لين ما خلاص يعني بالنهاية تطلع من هنا. اوكي اوكي. موجود هنا. والله ما ادري ايش راح يصير بالنهايه. ما ادري والله. بس يعني اتمنى يعني قتال زعيم. او ممكن نطلع بالتالسمنت ذي. اللي اسمها. ايش اسمها ذي؟ ابغى ادخل هنا. ابغى ادخل هنا يا جماعه الخير. والله هنا ماني شايفه جالس فنقول ان شاء الله انه مو هنا. والله طلع بوجهي. حلو حلو. فخلونا نكمل نبحث. معلش والله يا جماعه الخير تسمعينها كحل شويه صدري. اكيد مو هنا. هنا ممكن. والله شايفه من هنا جالس. هنا ممكن بالدور اللي فوق هنا. حلو حلو. قربنا نطلع يا جماعة الخير. اعتقد تسوي فيها سلاح التالسمنت دي او مود ممكن. اوه كل شوية قاعد اخذ تالسمنت جديد. هذا اسمه بلودي تالسمنت. ها حتى شوفه. والله دوبي لاحظت. هي واحدة قاعد تاخذ يعني اكثر من مرة قاعد تاخذ. عارفين؟ اعتقد زي كذا. والله ما ادري كان على بالي قاعد ناخذ اكثر من واحدة. ما ادري هنا ماني شايفه والله. والله ماني شايفه بالغرفة دي اللي تحت بس انا فتحتها اعتقد فتحتها. هنا جينا. ايوه. هنا جينا يا جماعة الخير. حتى شايفه من هنا جالس. هنا كمان جيت. شايفه؟ هنا كمان جيت. اللي جيت هنا يا جماعة الخير متأكد. اللي هذا هو جل تحت العلم. هاي يا جماعة الخير تحت العلم. هنا نرجع هنا. لا ما ترجع هنا. شايفه هذا هو. اعتقد هنا انا كان قصدي ابغى اروح. ايوه بقى خلاص اخر واحده ذي. يا ابني شايفه هنا. اوكي. اخذنا شيء من الاشياء اللي ناخذها. اخذنا شيء من الاشياء اللي نحطها هنا يا جماعه الخير. انكريس اول دامج. والله الشيء الثاني ما ادري ايش. بس والله ما ادري صعب اضحي بذي. جين 25% هيلث 25% ستامنا و10 ارمر. اكيد اكيد رهيبه.
الحين خلاص اطلع من هنا، اطلع من هنا يا جماعة الخير ذحين. اوه خلاص حلو كده طلعت، اكل لغز جميل ما شاء الله عليه، على طول عرفت الحل. الحين اكمل. اه شكرا للعبة والله، عدوني من هنا بس ما اعتقد الاعداء يرجعوا. ها راح يرجعوا؟ لا لا ما راح يرجعوا. هذا ممكن ما قتلته اول. ايوه نكمل يا جماعة الخير من طريقنا الاساسي. ايوه ما يرجعوا الحمد لله، بس كان هذاك عشان مرتحت انا الحمد لله. ايوه فما يرجعوا الاعداء من جديد. اعتقد ابغى اروح من هنا، من هنا ويسار يا بطل. هذي كم ثم قتلتها اول دي. اولا شو كنت حط درع خربتها. بس على مين؟ والله سلاح رهيب صراحة حق الليزر ده. هل هذا كان اصعب سلاح تجيبه؟ والله السلاح ذا حق الليزر ذا يا جماعة الخير اللي خلصت الذخيرة علي. يعني زي ما قلت لكم كان لازم ايش يعني تسوي شيء كذا انك تغير العالم حق اللعبة. والله لو تبحث باليوتيوب زي ما اقول لكم في مقاطع كثيرة تشرح. والله ودي كذا بس ما ادري طريقنا من هنا يا جماعة الخير. والله انه شيء بسيط بس خلينا نشوف هنا ايش فيه. اقول لك شيء بسيط. اه اوكي اوكي بس يردني للمكان اللي كنت فيه اول. ايوه وين رحت من هنا انا؟ صح صح دحين ما ابغى اروح من هنا. ايوه صح صح يا جماعة الخير نبغى نروح من هنا. دحين نبغى نروح من هنا. حاجة السامنة انا اصلا ما ادري فينه. والله انت فينك؟ يكون ما لا والله معانا، انا شايف الصحة حقته. خلينا نسوي كذا ممكن يتعالج. هذا هو اوكي. الا والله السامن يجي له ضرر فلازم نتابعه. طريق من هنا بسم الله خلينا نشوف. ما ادري كيف تطلع فوق هنا يا جماعة الخير، ما ادري كيف تطلع فوق هنا. كأنه بدك تطلع، شوف الخريطة يقول لي في طريق على فوق. نكمل دحين الطريق الأساسي من هنا. في شيء؟ والله ماني شايف شيء. تخيلوا كم في كلاس عشان تجيبه لازم توقف فينا كذا، توقف فينا ويسحبك الوحش عارفين يعني تيجي شاشة التحميل بعدين تقتل الوحش اللي سحبك. الوحش عادي مو زعيم، بعدين تاخذ الكلاس عارفين. في كلاس كان زي كذا والله ما ادري. زي ما اقول لكم انا يعني افضل شيء يعني عندي يا جماعه الكلاس حق اللي تجيب السمن والهندلر مع الكلب. انا والله شايفين يعني الى الان الحمد لله يعني 10 من 10 انا اشوفه. حلو حلو عدو شك بوينت، بس ابغى ارتاح
هاي جمعة تغرب وارتاح. والله ما اعتقد راح ارجع على ورا، فخلوني ارتاح ليش لا. واضح عندنا قتال زعيم دحين او منطقة كاملة جديدة. اوه الا والله قتال زعيم. والله الملابس حقتهم جميلة والله، ما ادري اذا اقدر اجيبها ولا لا. تذكرني بالله زي الدروع اللي ببلاد بور. كيف اشرط طيب؟ والله اتوقع السلاح ذا ينفع معاها. يا ساتر استر. يو بس انا النظام طريق مستقيم اوكي. والله لو زي كذا النظام مي صعبة صراحة، كنت صريح معاكم. يا جماعة خير النظام لو بس زي كذا بس تجنب الضربة دي. اوصل في الطريق من هنا الحين. حلو حلو اقدر اجيب السامين، خليني اجيبه. وصل فيهم يا بطل. هذه هي يا ساتر. والله الضربتين سوى الضرر. ما خلصت لسه. اوه يا ساتر كعب اللي بتسوي اثنين، قاعد تلوف وتلوف وتلوف. شفتوا كيف؟ والله ضربت والله، تسوي ضرب كبير يخرب بيتها. ما ادري فينها والله، ما ادري فينها. بس احس قذف اللهب هو اللي راح ينفع معاها، خذ مني العلم. اوكي شفتها. والله لا تجي، لا تجي فيك الضربة دي، جات يا جماعة الخير شفتوا كيف؟ بس والله جدا سهل تتجنبها. ما ادري فينها والله، ما ادري فينها بس راحت علي هنا. خلوني هنا ان شاء الله ما تجي من ورايا. والله زعيم غريب صراحة، بس والله بي مرة صعبة. لا جت فيني دي. عليه الله الله. كيف يا جماعة تخرنا هناها؟ والله ما كانت صعبة صراحة. يعني الضرب اللي تسويها يعني بس لما تقرب منك تدحرج فقط. الحين خلاص خلونا نطلع من هنا. انا من فين جيت؟ انت جيت من هنا صح؟ صح؟ تبغى تروح من هنا. اول زعيم رئيسي بالاضافات. والله زي ما اقول لكم ما كانت مره صعبه. اكيد اكيد يا جماعه خير السما قاعد يساعدني بشكل كبير، والله ما انكر الشيء ذا. بس يعني شيء موجود باللعبة يا جماعة الخير، يعني شيء موجود باللعبة. يعني أنا ياما لعبت ألعاب وما دام استدعي الصامن صراحة، وشفت تعليقات كثيرة عبد العزيز ليش تسوي كذا؟ يا جماعة الخير شيء موجود باللعبة على فكرة. اللعبة حط الشيء ذا يعني عارفين، يعني أنا ما غشيت لما أسوي الشيء ذا. يعني كل مدى يسوي الشيء ذا عارفين. انا دائما يا جماعه الخير اي لعبه العبها يعني احاول قدر المستطاع اسهلها علي عارفين. يعني دائما لما العب دارك سول، بلاد بورن، سيكيرو، كل الالعاب دي لما لعبتها الهدف اللي احاول اوصل له انا ك يعني لاعب جوه اللعبه انه كيف اخلي اللعبه سهله في كيف اللعبة. يعني هذا الشيء اللي دائما احاول اوصل له عارفين. يعني حتى لو كان يعني عن طريق السامين او الاسلحه تصير جدا قويه، يعني دائما هذا هدفي عارفين، انه بوصل كيف اخلي اللعبه يعني اسهل بالنسبه لي عارفين. وانا والله اشوف المفروض الكل زي كذا، عشان صراحه الالعاب دي يعني متعتها. يعني انا اشوف صراحه
انه ايش انه خلاص كذا ما توصل لمرحله يعني تكون جدا مدمر يعني على فكره. يعني من اجمل الاشياء كي تروح للزعيم كذا ضربات وعطل تنهي يعني مين ما يحب الشيء ذا. فبحتى اللعبه ذي والله احاول يعني ان اكون مدمر يعني قدر المستطاع. يعني انا والله انا اول ما عرفت الاضافات يعني راح تنزل خلاص يعني قلت انا يعني ابغى اكون قوي قدر المستطاع. فجلست ابحث بشكل كبير ايش افضل كلاس يعني ايش افضل بيلد ايش افضل اسلحه. وبالنهايه شوفوا يعني وصلت للنتيجه دي اللي الحين وصلت لها. عشان والله افتكر اللعبه الرئيسيه ابدا ما كنت زي كذا ترى لو تشوفون لما ختمت اللعبه الرئيسيه يا جماعه الخير والله ابدا ما كنت زي كذا بالعكس والله عانيت بشكل كبير كمان. ما احب الاضافات يعني الحمد لله عرفت كيف يعني افضل صراحه ما ادري انا احس قدام كمان الوضع راح يصعب صدقني راح يصعب الوضع يعني هذا ممكن بس اضافه بدايه الاضافات فقط يعني احنا الى الان ما واجهنا الا اول زعيم فقط في الاضافات. تحيه يا جماعه الخير في عندها طريق من هنا في عندها طريق اساسي على فوق خلوني بالبدايه انزل هنا خلونا نسوي كذا ليش لا. هذول عارفين النظام معاهم كيف انت كيف جيت هنا ولا هو كان هذا هذا مره ساتر استر والله هذا عدو خطير. خلوه لي عارف اللي ينفع معاهم قذف اللهب. قولي بالبدايه شوف هنا ايش في ولا هذا كني واجهته قبل كذا. خلي بس اعشك من دحين واثنين كذا النظام يا لطيفه هم تعافي اقسم بالله كافو شوفوا كيف قاعد ادور بالصحه بس والله عنده صحه طويله. كل ضربة ضربها جت فينا الله لي يوفقه. خوي وجاء كمان. سنة الإسعافات ذي سنة عشان يعالج نفسه. والله ما أعتقد راح يخلوني. ياخذك يا شيخ. كيف إن شاء الله لحق. راح ما ادري اذا مات ولا لا بس يا لطيف والله كنت قريب اموت والله. ايش عندكم هنا؟ هوك اوكي خلينا نشوف يا جماعه الخير يعني زي المقبض كذا ايش يسوي السلاح ذا؟ والله اسلحه البيلي بشكل عام يعني ما شفيك والله ما ادري ما تعجبني مره. جبت كمان سلاح انا بس خليني اوريكم اياه. هذا ابدا ما كانت سهل انك تجيبه. اسمه دريم كاتشر. يعني اللي قابض الاحلام. ما ادري ايش يسوي فيها بالضبط. ادري والله ما ادري هذا ما كان سهل ترى والله انك تجيبه بس. على فكره كيف جبته كذا وانا قاعد العب مع نفسي والله ما ادري. ما ادري زي ما اقول لك اسلحة الميلي بشكل عام والله انا ما تعجبني مره. خجب الرمح ذا والله يعني ممكن لو بستخدم الميل ذا راح استخدم الرمح. شايف في عندكم الضربه ذي هذه رهيبه. ايوه خلاص خلونا نرجع دحين. هذه بوابه ذي؟ اعتقد بوابه بس ايش؟ فتح من الجهة الثانية ممكن. والله إضافات جميلة إلى الآن.
يا جماعة الخير. منك الذين جاء من وراء شفتك. حسات والله كثيرين والله. وهي كني فوت الطريق كامل وراه. وريني كذا. لا نفسه يا جماعة تخيل بس تحين تقريبا أعرف كيف. شايفين شايفين الطلعة ذي صدقوا لي إلا متصل متصل الطريق بس جينا من جهة ثانية. يعني لو روح مننا راح أرجع للشيك بوينت على طول. أقدر أنزل من هنا. أيوة الحمد لله نقدر. طريق واضح سيد على تحت. حلو حلو طريق مختصر. أوه هنا متى جيت أنا؟ بديت الحلقة كنا هنا أعتقد. الجرس لازم أدق ولا كيف؟ والله هو صار شيء. وجمعتهم عندك إذا تبغاهم يجوك. ما أدري ليش أبغى أسوي الشيء ذا. أو هذا جاء معاهم كمان. هذا الطيف والله بكل مكان يا جماعة تأخر. أوله 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 والله ما أدري ليش واحد يبغى يضغط الجرس ده يبغى يعني يضرب الجرس ده. يعني ما أنصحكم والله. شوف إيش صار معايا. الحمد لله. اعتقد الحين طريق سيدة ها؟ اعتقد الحين طريق سيدة يا جماعة الخير. برتاح. والله ما ادري اذا برتاح ولا لا. والله المنطقة ذي ايوه خليني ارتاح. المنطقة ذي تذكرني بلعبة زمان لعبتها يا جماعة الخير. كان اسمه هذا سينكن سيتي تقريبا كان زي كذا العالم اللعبة. والله يا ساتر دول ترى معاهم سلاح والله. الطلقات اللي طلقوها تسوي ضرر كبير. صدقوا كني بدأ ينزل الموية يعني خليه على تحت يعني فيصير اقدر امشي هنا اعتقد. افتح البوابة دي. صدق مين بوابة ده تقريبا زي السد. اه صح صح معلش والله ما كنت داري. ادري دحين بروح على فين. كان في طريق كامل وراه بس والله كانه هذا الطريق الاساسي كمان. عافية دي. اعتقد لما اقرب اعتقد الضرر يكون اعلى. كف الذخيرة ما شاء الله تبارك الله ولا تطول. يا للطيف والله كثيرين والله. خلونا نادي البطل ده يشوف شغله. الحمد لله سيطرنا على الوضع. كان فجأة يتلموا علي.
واضح كأنه في شيء مهم هنا. والله كأنه ما بدك تنزع تحت أظن. ما أدري ليش في طريق هنا. والله ما أدري ما يشب شيء هنا. عارفين قاعد أطلع بالألعاب اللي ترشحت لألعاب السنة. والله تقريبا نفس القائمة اللي توقعتها. والله أتوقع صراحة راح تفوز بلعبة السنة من زمان قلتها أنا لعبة زلدة أتوقع هي اللي راح تفوز بلعبة السنة. والله ما لعبتها صراحة. وما أنا ما ماني من معجبين نينتندو أنا ما أعتقد حتى عمري لعبت أو مسكت جهاز نينتندو بحياتي كلها عارفين. أنا والله ماني ضده بس لكن ما أدري والله ألعابه ما تشدني صراحة. أحسها ألعاب جوالكم صريح معاكم. ما ادري والله لعبة زلدة اتوقع ممكن هي اللي راح تفوز بلعبة السنة. اتوقع لو كانت موجودة السنة دي قد فور راجناروك يعني اتوقع ممكن كانت راح تفوز هي بلعبة السنة. إلدن رينج اكيد إلدن رينج جيب معاها اي لعبة بالتاريخ ما راح تفوز عليها صراحة. هذا وجهة نظر يا جماعة الخير. والله كان في لعبة قوية كمان ما لعبتها على القناة احتمال كبير اموت هنا ما اقدر ارجع لورا لازم اثبت خلاص. ها طح ما ادري كم ما طحت اتوقع لو طحت خلاص جيم اوفر. هاي يا جماعة الخير كان في لعبة من الألعاب يعني في لعبة قوية مترشح الجوائز كثير بس ما لعبتها على القناة أبدا عارفين يعني حتى أنا مع نفسي أبدا ما لعبتها. لعبة أعتقد من الألعاب الاستراتيجية شيء زي كذا اسمها بوردر جيت أظن شيء زي كذا والله ما أعرفها صراحة بس بحسب علم اللعبة دي يعني من الألعاب القوية اللي نزلت السنة دي عارفين. والله ما ادري اتوقع لعبة زلدة هي اللي راح تفوز بلعبة السنة. ابدا ما انا ضد لعبة زلدة بس زي ما اقول لكم والله ماني من المعجبين صراحة. والله جاي ده وناوي شر والله خلاص اسوي كذا. اعتقد اللعبة دي لعبتها كواب يا جماعة الخير. يا اخوان اعتقد اللعبة دي اذا لعبتها كواب ايش الاعداء يعني يكون الصحة حقتهم اطول عارفين يعني الصحة تقريبا هي بالارقام يعني اذا انت مع نفسك ممكن 500 او ممكن او اذا مع صاحبك ممكن بالكواب ممكن توصل 900 الصحه حقت العدو عارفين اتوقع يعني شيء زي كذا عارفين. حيد حفل ابغى اروح انا الطريق الاساسي من هنا من هنا صار في طريق عشان قبل مرتاح عارفين من هنا هنا ما في شيء من او كيف كذا وين ما جيت هنا اوكي طريقك الاساسي يسار بس ابغى ارتاح انا ابغى ارتاح ما كتسعى على ترتاح يا رجل. اوكي خلنا ناخذ احنا يسار بيمين بس سيده هنا ما رايح ما في شيء اصلا كيف ما في شيء اوه في منطقه كامله تحت بس ايش اللعبه من جابتها لي ممكن جيت انا ممكن جيت تحت والله ما ادري ما اقدر اشوف كذا والله ما ادري انا كل اعرف انه الطريقه جماعه الخير الاساسي السيده هنا عاد ابدا ما قد جينا هذا وكم من الاشياء ذي اقعد يوجهوا بعض يطيح ذي عليكم
الفي دول واجهنا زيهم قبل كذا المخلوقات ذي. ما ادري من الصاط اللي طلع بس اكيد ما راح يجيني من وراه. والله الرمح رهيب ترى شوفوك. والله ما ادري فين الصاطي، في واحد صاطي يا جماعه خلص ما ادري فين هذا. هو قول انت مين انت؟ اول مره اشوفه والله شيء جميل. تبى لا يقتلك هاي جماعة. تخرى العدل رقم كم ذا الجديد؟ يعني اضافات فيها كمية اعداد جدد كثير ما شاء الله. طيب يا جماعة تخرى خلونا نكمل. والله معلش على القصة دي كيف فجأة قصيت وانا هنا، بس خلوني اوريكم انا بنفس المكان اللي انا فيه. والله كان عندي مشكلة شوية بالمايك صراحة، المايك عندي زي اللي يقول لي يعني اذا تكلمت كثير معلش راح اخرب. عارف كان في شيء هنا يا جماعة تخرى جبته، كان في بس بعض الموارد، بس عارفين بعض الموارد لا اكثر ولا اقل هنا حقت اللي تقوي فيها الاسلحة وكذا السكراب عارفين. والله كان لي تقريبا زي دقيقتين ثرثرة من غير توقف، فجأة المايك كذا قال لي معلش كثرت كذا وخرب. انا عندي ميكروفون وطلبت، والله طلبت ميكروفون جديد يا جماعة اخر ان شاء الله راح يجي اليوم، راح يجي اللي قاعد تصور في المقطع ذا. الميكروفون ذا اللي حق قاعد اصور فيه والله معايا تقريبا من اول شهر لي باليوتيوب تقريبا، يعني له سنين معايا ما شاء الله. والله ميكروفون رخيص ترى، كم اخذته؟ اعتقد اخذته ب والله يا جماعه تقريبا 10 دولار. والله بس لا يغركم السعر بس لكنه رهيب. والله هو اول مره تشتريه كذا يعني تشوفه كذا تركب وتختبر الصوت سيء، بس انا مركب كم فلتر كذا صار تمام. يعني لي سنين يعني يا جماعة خير، يعني هو مو أفضل ميكروفون بس والله أنا ارتاح فيه. اشتريت والله ميكروفونات جديدة بس والله ما ارتحت فيها أبدا. يعني اشتريت ميكروفون كذا يطلع أنوار والله ما عجبني أبدا. عارفين اشتريت ميكروفون شفت كثير يمدحوه باليوتيوب، جبته كذا يعني ما أدري ما ارتحت عارفين. يعني والله خلاص أنا صرت ارتاح بالميكروفون ذا اللي الحين عندي. ايش اسم الميكروفون عبد العزيز يا جماعه خير؟ اسمه بي ام 800، بي ام 800 ان شاء الله. يعني قلت اسمه صح، اسمه زي كذا يا جماعه خير رخيص عارفين، بس والله رهيب انا يعجبني صراحه عارفين كيف. والله ما ادري قعدت تثرثر كذا شويه فجاه قاعد يشوش. والله هو كفى ووفى ابدا ما اقدر اتذمر له سنين معايا. بس والله زي ما اقول لكم اليوم يعني راح يوصلني ان شاء الله واحد نسخه طبق الاصل زيه عارفين، فانتظروا يعني المقاطع القادمه. هو في الثرثر اللي ثرثرها دائما دبلوها يعني زياده كمان على فكره. الحين هي في طريق يا جماعه خير. ما في حلوين هنا، في الهجوم من الاعلى كذا. والله ما في الا كم في، انا ما ادري كم ما جيت هنا، كم ما جيت هنا انا. والله صار ما في شيء، الطريق الاساسي ها او فوق بس كان في شيك بوينت. بلا اجل خلوني اروح اخذها. والله افتكر بالون ويك مؤخرا سويت حلقه طويله شوية طلع الصوت معدوم. يا لطيف والله، يعني ترى في العاب ما فيها يعني ما تقدر ترجع عارفين، يعني خلاص اتخربت الحلقة خربت خلاص لازم فاهمين علي. ما ادري بعض الاحيان كانه يعني جازف صراحة. اوكي واضح الطريق الاساسي من هنا. والله هو يعني عارف كيف يعني لازم تتابع دائما. انا يعني الله يهدينا اقعد العب يعني وما طالع بالشاشه الثانيه اللي فاتح فيها برنامج او بي اس، اقعد العب كذا وانسى. بس لكن واضح لازم تطالع وتشوف وتشيك والله عشان مستمتع باللعبه ومنسجم فيها يعني عارفين. فيعني بعض الاحيان انسى طالع صراحه كيف التصوير كله تمام.
بس لكن يعني ان شاء الله يعني الواحد يتعلم من اخطاءه وعارفين. هذي اوكي نلعب عليه كذا وحش جانا. يوه خلاص ما في شيء هنا يا جماعه الخير، ما في شيء هنا، احنا كنا هنا. ايش فيهم؟ خلاص سيده الحين. ايوه سيده يا جماعه الخير، خذوا مني العلم. يعني اللعبة تقريبا فيها أكثر من طريق بس كله يؤدي إلى نفس الطريق بالنهاية عارفين. يعني بدأ ما تجي مع اللفة دي تعال مع اللفة دي بس يعني زي كذا عارفين. فالحين دحين يا جماعة الخير واضح منتظرنا الزعيم، يعني ممكن اوصل انا الزعيم بعدين اوقف ونكمل الحلقة القادمة. والله مرة مستمتع صراحة، اي والله يعني اللعبة دي صراحة زي الطفل الصغير انا لما العبها كذا، بالذات اكون صريح معاكم، بالذات بالبلد الرهيب ذا اللي انا مسويه. يعني خلاص انت بس امشي وقتل الكل، اكيد اكيد يعني هذا اكبر متعة ممكن واحد يستمتعها بلعبة صراحة، فمستمتع فيها والله ماني قادر اوقف اكون صريح معاكم. بس بروح ندور ثاني زعيم وبعدين خلاص ان شاء الله. ايوه خلونا نرتاح ليش لا، واكمل من هنا. هذا كنا اكلمه، تكلم مين يا حبيبي؟ قالك تكلم. خلينا نجيب السامن كذا. ايوه يا جماعه الخير خلونا نستلمه كذا، اتوقع راح انهي قبل ما يوصل لي، ايش رايكم؟ اشوف كذا. من بالله كاف والله استلمته، خلاص ما اقدر اسوي شيء، والله نفسي اشوف ايش يسوي. والله مو لازم نعرف ايش يبغى يسوي، واضح انه يبغى يعني يضربني، فافضل شيء اطلق عليه من بعيد. افضل شيء يا جماعه الخير اطلق عليه من بعيد. وش عندنا هنا؟ شوف القلعه ذي، والله احسه مكان رهيب انهي الحلقه الاولى، اي والله. فصراحه يا جماعه الخير راح انهي الحلقه الاولى هنا. في الحلقة القادمة واضح قلعة كبيرة صعبة كذا اوصل عند القلعة، واقول لكم شوفنا القلعة دي الحلقة القادمة ما يجي الصراحة، فراح انهي الحلقة هنا ان شاء الله، راح نكمل الحلقة القادمة. اتمنى انه اخوكم كان خفيف عليكم، واتمنى الحلقة الاولى من اضافات لعبة ريمنت الجزء الثاني ترى عجبكم، وان شاء الله يا جماعة الخير ايش والله صدري، وان شاء الله اشوفكم في الحلقات القادمة في امان الله.